اهلا بيكم في الاعياد والمناسبات وفي الايام العاديه برضو. الكبده دي حاجه اساسيه كده، مره مرتين كده في الاسبوع في الشهر على حسب يعني اللي بيحبوها. بس ايه، انا بفضل اعملها مشويه، يعني بتبقى خطيره وانتوا عارفين مدى عشق الطاسه، فبعملها مشويه في الطاسه بتتبيله يعني من الاخر. مش قادره اقول لكم يعني عشان انتوا عارفين طبعا ان انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. فيلا بقى نعمل شويه كده كبده مشويه معاها سلطه طحينه وحاجه كده زي الفل ان شاء الله. يلا بينا. اول حاجه عندي شرايح كبده متقطعه كبير كده شويه بالعرض، يعني احطها في البوله وهنتبلها بقى تتبيله بسيطه خالص. نحط معلقه ثوم حلوه كده، عليهم ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، كل ده معلقه صغيره، طبعا الفلفل الاسود نص معلقه، معلقه كمون حلوه كده، رشه شطه دي اختياري لو انت حباها يعني حرقه شويه، رشه بسيطه كده. نحط عصره ليمونه، اخر حاجه حوالي 4 معالق زيت. هنقلبهم بقى كده مع بعض كويس جدا. بص بقى، هي المفروض تقعد على الاقل نص ساعه ساعه كده في التلاجة، بس طبعا انتوا عارفين المقوله الشهيره ان انا هعملها دلوقتي عشان وقت الحلقه وحلقه وقتكم طبعا، فيعني ايه نعملها على طول تبقى حلوه برده ان شاء الله. نجيب بقى طاسه، بصوا انتوا عندكم الشوايه، اوكي اعمليها على الشوايه، انا بحب الطاسه تيفال، اي اهم حاجه ان هي تكون ما بتلزقش. نحط كده فيها بقى الكبده ونشوف هنعملها ازاي. اهم حاجه ان الطاسه تكون سخنه جدا، هحط بس معلقه زيت تاني صغيره خالص، انا كده كده حاطه في الكبده معلقه صغيره قوي، حطها بقى كده. لازم تسمعي الصوت ده وانتي بتحطيها، ما تمليش الطاسه، دول كفايه قوي. دقيقه دقيقه ونص على كل جنب هتلاقيها بقت معاكي زي الفل. نقلبها، بصوا بقى انا بعمل ايه في الاخر. تتبيله، بقيت التتبيله بتاعت الكبده، بحط شويه ميه، عليها شويه ليمون، نقطتين ليمون كده، بقلبهم كويس جدا تمام، وبنزل على كل الحاجات اللي لاصقه في الطاسه دي، باخد احلى صوص بحطه بقى على الكبده من فوق يبقى خطير. خدت كل النكهات بتاعت الكبده، بس كده. دلوقتي هنبدا نعمل الطحينه في بوله، هنحط طحينه الكميه اللي انت محتاجاها، انا هحط حوالي كوبايه، وهقلبها الاول مع ميه دافيه، هفك الطحينه بالميه. بصوا هتلاقيها بدات تتقل معاكم كده، اهم حاجه بس تقلبيها كويس عشان ما تبقاش فيها حاجه مكلكعه. وبعدين هكملها بالخل، واقلب برضو كويس جدا. بصوا قوامها كده تقيله شويه، ازود بقى ميه لحد ما اوصل للقوام بتاعها اللي انا عايزاه، بس ايه اكون متقلاها شويه زياده عشان هحط لها معلقه زبادي. اضرب بس الزبادي كويس كده قبل ما نحطه على الطحينه عشان ما يبقاش مكلكع، نحط كده معلقه ونقلب كله مع بعض تاني. نظبط بقى الطعم بتاعها بالخل والليمون، نحط شويه ليمون ونقلب بس كده. انا وصلت كده للقوام بتاعها اللي انا عايزاه. نتبلها بقى نص معلقه صغيره ملح، رشه فلفل، كمون،
رشة شطة، وآخر حاجة على طرف المعلقة كده شوية ثوم. نقلب كويس وكده عندنا أحلى سلطة الطحينة. ده بقى الصوص اللي أنا قلت لكم عليه في الآخر كده. وآخر حاجة بقى شوية بقدونس على الوش. وصفتنا خلصت، وبجد احنا في التصوير بناخد وقت، يعني عادة الحلقة اللي بتشوفوها 5 دقايق دي ممكن تاخد لها ساعة ساعة ونص، هي ما خدتش غير نص ساعة بالتصوير، ما بالك بقى انت لو عملتيها في البيت. شوية بقى عيش كده وسندوتشات بالطحينة، يا سلام من الآخر. جربوها ان شاء الله تعجبكم. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.